عمال انت تسمع على اخبار قصه رحيل زين زيدان وان زيدان ماشي، وان في كلام مع ماسيميليانو أليجري، وان في كمان راول جونزاليس ممكن يطلع من فريق رديف وريال مدريد هيبقى في تغير كبير جدا. طب ايه بقى اللي حصل في القصه دي كلها؟ الموضوع سهل جدا وبسيط صديقي. فاكر انت من سنتين لما تم التعاقد مع زين الدين زيدان او رجوع زيدان علشان يكون خليفه لسانتياغو سولاري؟ وقتها بدا الكلام يطلع وبدا اجندات تتنطور كده على النت باللعيبه اللي زين الدين زيدان عايزها، ايش محمد صلاح على ساديو ماني على مبابي، ومحتاجين ان احنا نجيب خط نص جديد، ومحتاجين ان احنا نجيب خط دفاع جديد، وهنجدد الفريق كله، وان ريال مدريد هيعمل جيل جالاكتيوس جديد، وان ريال مدريد زيدان راجع بصلاحيات كامله، وزيدان هيجيب الصفقات اللي هو عايزها. اول ما الموسم بدا بلح، مفيش اي صفقات من كل دول، مفيش. بص احنا هنشتغل بلعيبه شباب، نجيب لك عيالين برازيليين كده، فينيسيوس على رودريجو، واشتغل بيهم يا زيزو، وانت هتطورهم، وانت الخير والبركه، وهنجيب لك لعيب كده مكسر الدنيا في الدوري الالماني اسمه لوكا يوفيتش عشان خاطر يكون بديل لكريم بنزيما. طب فين يا جماعه مبابي؟ وفين يا جماعه صلاح؟ وفين نيمار؟ وفين ساديو ماني؟ فين اللعيبه اللي انتوا كنتوا بتتكلموا عليها دول؟ مفيش. ايدن هازارد موجود عندك اهو، شغل نفسك بيه. طب يا جماعه هازارد ده بيتسوى اكتر ما بيلعب. بص هنجيب لك ظهير فرنسي كده محترم اسمه ميندي. يا جماعه طب فين الكلام على الاجندات؟ ده احنا قاعدين نتفرج عليها من ساعه ما زين الدين زيدان ما تم اعلان التعاقد معاه ورجوعه مره اخرى. مفيش. وقتها عرفت ان زين الدين زيدان ضحك عليه بجد والله، ان زيدان مش مجنون علشان خاطر يرجع لفريق هو قال عليه ان الفريق ده صعب جدا تحفيزه. لان الكلام ده كلام زين الدين زيدان لما استقال في المره الاولى من ريال مدريد، قال وقتها ان الفريق وصل لمرحله ان انت صعب جدا ان انت تحفزه، فانا مش هلاقي اي محفزات للعيبه بتاعتي علشان اطلع الطاقه، ما طلعتهاش قبل كده منهم، هم خدوا كل حاجه في عالم كره القدم، فصعب جدا ان انا احفزهم. الفريق محتاج تغيير، وانا مش هقف عقبه قدام ريال مدريد. هل حصل التغيير ده؟ اطلاقا. فزيدان بقى رجع ليه مع نفس اللعيبه؟ كان موعود بمشروع، بس المشروع ده اللي حصل فلورنتينو بيريز كل حاجه له. كوفيد اهي، كنت ناوي اشتري لك لعيبه بس حصل مشكله والنادي مش لاقي فلوس، هنعمل ايه يا زيزو؟ طب الميركاتو الجاي بقى هندخل نجيب حد ونعوض السنه دي؟ بص احنا فكرنا نعمل مرمه السوبر ليج دي بس فشلت. طب هنعمل ايه طيب؟ بص احنا احتمال ما نخش الميركاتو الجاي. لا انا المرمى بتاعتي اتفاعت من بنزيما ومن رودريجو ومن فينيسيوس، بس كفايه كده يا عم، كفايه عليا كده. زيدان قرر ان هو خلاص انا ماشي بقى، انا جبت اخري وانا ماشي. مش دي بقى المشكله، المشكله ان فلورنتينو بيريز برضه بيطلع يكذب قدام الاعلام ويقول ان انا اللي هقرر استمرار زيدان من عدمه لو كسبنا فياريال يوم السبت، لو خدنا الليجا هقعد مع زيدان واشوف هل هو مناسب للمشروع بتاعي ولا مش مناسب. اللي هو ايه المشروع بتاعك مستر فلورنتينو؟ مفيش اي مشروع. طب هو زيدان هيكون مناسب ليه؟ لا ما هو زيدان هو اللي مش عايزني ان انا اجدد الفريق علشان خاطر زيدان في عناصر بيعتبرها ركائز اساسيه وانا عايز اتخلى عنها. يا راجل يا راجل يا ابن الكدابه، يعني انت دلوقتي بقيت انت اللي عايز تبيع العناصر دي وزيدان هو اللي متمسك بيهم؟ مش دي بس المشكله، مش فكره الرحيل بتاع زيدان، المشكله كمان ان في كلام بدا يرتبط بماسيميليانو أليجري، اللي هو لو أليجري جه مفيش ماركاتو وش يا اسطى، مفيش ماركاتو بجد والله. أليجري ده ممكن ياخد دوري باللعيبه بتاع الرديف بتاع ريال مدريد بجد، اللي هو خلاص يابا مش مفيش ماركاتو او اي حاجه. والمشكله كمان ايه؟ ان لو راول جونزاليس برده جه هينتظروا منه فكره شباب بقى، انت كنت مدير فني للرديف واخد بيهم دوري ابطال اوروبا للشباب، فلازم بقى معلم ان انت هتطلع اللعيبه اللي عندك الشباب. طب فين ماركاتو؟ مفيش ماركاتو، ما انا عمال اقول لك مفيش ماركاتو، امال هو زيدان قرف ومشي ليه؟ طب يعني زيدان كان عنده حق، طبعا زيدان كان عنده حق، زيدان وصل بفريق زي ريال مدريد النسخه الحاليه وهي الاضعف هجوميا بوجود فينيسيوس جونيور هذا الحنكش، وجنبه ماركو اسانسيو اللي عايش في عالم تاني خالص، وكريم بنزيما اللي احنا قعدنا برضه نتكلم عن بنزيما هو العنصر الوحيد في هجوم ريال مدريد اللي فيه الرمق شويه. فزيدان كل اللي هو عمل لحد دلوقتي انجاز، انجاز انك تاخد بالفرقه دي دوري وكاس السنه اللي فاتت، انجاز انك لحد اخر اسبوع تنافس بيهم على دوري، انجاز انك تطلع من تشيلسي في دور اربعه في دوري ابطال اوروبا، كل اللي عمله زيدان انجاز بالفريق الحالي. طب المشكله بقى بتاعتي مع زيدان ايه؟ ان هو بيتم ارتباط اسم زيدان بشغل في يوفنتوس، اللي هو انت بتحب المشاريع الفاشله ليه يعني؟ انت هربت من فلورنتينو بيريز وهتخلع من فشل بيريز، هتروح لفشل انيلي، ده انيلي اللي فشل بيرلو. بص وراك جاب مدير فني شاب مع لعيبه شباب، ما انت بقى هيروح يجيبك كمدير فني قرفان وطهقان فكره الشباب، هيقول لك تعالى خد كلوفيسكا اهو كويس، ولا خد كلوفيسكا ده شغال زي الفل وهاخد لك بيه بطولات. ودي الحته اللي انا مخنوق منها من زيدان، فكره العاطفه، ان انت مدير فني عاطفي اكتر ما انت مدير فني بروفيشنال. انت حبيت ريال مدريد، رجعت ريال مدريد في اسوأ ظروف ليه، ودلوقتي علشان خاطر انت مش ناسي جميل يوفنتوس عليك، فانت عايز ترجع يوفنتوس اللي هو
يابا انت الاحترافية لو فكرت فيها شوية بالعقل هتلاقي حواليك ان انت ممكن تكون بديل لأولي جونار سولشاير في مانشستر يونايتد، وتلاقي نفسك بسم الله ما شاء الله بقيت من المرتبين من المدربين اللي الراتب بتاعهم معدية، لان زيدان كان من اقل الرواتب في العالم مع ريال مدريد. فانت بتتكلم فيها يا عزيزي، فلما تصدق فكرة ورواية فالنتينو بيريز حوالين ان زيدان هو الراجل الظالم وهو اللي عايزني اكمل باللعيبة دي، اعرف ان فالنتينو بيريز بيضحك عليك واعرف ان دي اشتغالها. عرفتك انا القصه كلها صح، عرفت مين الجاني ومين المجني عليه صح. ممكن تعمل لايك بقى للفيديو عجبك، وممكن تعمل سبسكرايب برضو، وممكن تقعد تشتم في الكومنتات تقول انا ما فهمتش اي حاجه من القصه، اعمل اللي انت عايزه يا صديقي. بس